يا جني لا عنده استشارة إلها ميولوجية. too much concentrations. الكوستيومر جه. اتفضلي، كيف حالك يا مس إلهام؟ كويسة بس مش قادرة أشهق ولا أصفر، فيه ريحة قذرة. الشهق والزفر بقى فيه مشكلة عندي يا ست. انت عندك قطة متوفية في الشنطة ولا فسيخ ولا حاجة؟ اكيد لا، ماني فاتحة مجبرة في الشنطة. طب يا ستي قولي مشكلتك بسرعة قبل ما ربنا ياخد امانتي من الريحة المريبة دي. يا مس إلهام مشكلتي ما اروح مكان الا الناس تجري مني، كنا مشافين عزرائيل. مش قادرة بختنق من ريحة. اي احد ما يدريس جنبي اكسوجين فازلين هروين اي حاجة. انا عارفة ست، عرفتي ايه مشكلتك اللي بتخلي الناس كلها تنفر منك؟ قولي يا ريحين. الله يريحك. ريحتك. ايش ريحتك هي مشكلتك والنظافة من الايمان. يا ريت اسألك كم سؤال وتجاوبيني عبر المحمول او تروح الاوضة التانية وتكلميني من وراء حجاب، انا مش قادرة. اخر مرة استحميتي امتى؟ قبل 5 ايام. الديودرنت اللي بتستخدميه؟ طبعا ولا شيء. العباءة؟ في العيد غسلتها. ايه الايه ايه يا ست اللي بعمل تعمليه في نفسك ده يا ستي؟ وشعرك المزيد ده اللي ناقصه احط عليه سمبوسه وتتقلي؟ هذا زيت رباني. وكمان بتساليني؟ اكيد بينفروا منك عشان ريحتك يا ستي. لازم تشمي نفسك، الناس مش هتقولك، الناس هتشم وتمشي واحيان تشم وتموت. اهتم بنظافتك الشخصيه، دي عنوانك، الناس هتحبك من نظافتك. حط اي حاجه يا ستي، ديودرنت، ليمون، ان شاء الله حتى جاز وتولعي. مس إلهام الصراحة صدمتيني وصعقتيني في نفس الوقت. يا ست انت اللي صقعتي مناخيري. أول مرة أعرف إنه الريحة تخلي الناس تنفر مني بهذا الشكل. والله من اليوم ورايح حبدأ أهتم بنفسي واستخدم كل أشياء نظافة الشخصية. إن شاء الله تستخدمي كورولوكس بس استخدمي. يلا يا حبايبي، كل حد كده يغرز مناخيره في نفسه ويشم إذا في حاجة مش كويسة يقوم ينظف نفسه عشان الناس هتشم وتهرب. فهمتي يا حبيبتي؟ مس إلهام مره شكرا على النصيحه. الله يسعدك، خليني احضنك. لا يا ستي ما تحضنيش، انت بري حضنك وجرحك وصل.